في المملكة العربية السعودية بمنطقة القصيم شمالاً على بعد 400 كيلومتر من العاصمة الرياض، يقف مشروع دواجن الوطنية الذي يعد معلماً اقتصادياً بارزاً ومرموقاً بوصفه واحداً من أضخم مشروعات إنتاج الدواجن ومشتقاتها على مستوى العالم، وأحد العلامات المضيئة للاقتصاد السعودي بما يحتويه من تجهيزات وإمكانيات متفردة وتقنية متطورة تعتبر الأحدث من نوعها في هذا المجال. تنتج دواجن الوطنية التي بدأت منذ عام 1977 ميلادية مليون بيضة مائدة وأكثر من 820 ألف دجاجة يومياً، ويعمل في دواجن الوطنية حوالي 6500 عامل وموظف. وتوسعت رقعة مزارعها المنتجة تلبية للأسواق المختلفة، مشروع عملاق تمخض عن رؤية ثاقبة واستثمارات ضخمة فاقت المليار ونصف المليار دولار. من هنا تبدأ أولى مراحل إنتاج دواجن الوطنية داخل 284 حظيرة لإنتاج الدجاج البياض الذي ينتج بدوره البيض المخصب. يتم جمع البيض المخصب وإرساله إلى 5 فقاسات يحويها المشروع بأحدث المواصفات العالمية وبطاقة استيعابية تبلغ 337 مليون بيضة مخصبة سنوياً و300 مليون صوص سنوياً. يعمل القسم البيطري من خلال مختبراته الخاصة على مراقبة الإنتاج صحياً وبيئياً بدءاً من الأمهات والصيصان للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض. كما يعمل الفريق البيطري المتخصص على تحصين صغار الدجاج وتقوية مناعتها بالفاكسين المعتمد عالمياً والمصرح به من جميع الهيئات الرقابية في المملكة. أكبر علامات القوة لدى المشروع أن كل شيء فيه ابتداء من البيض المخصب، التفقيس، التربية، الذبح، وصولاً إلى المنتج النهائي بما فيها المصنعات، كلها تنتج هنا تحت سقف واحد. يحتوي مشروع دواجن الوطنية على 4 مصانع لإنتاج أعلاف الدجاج بطاقة إنتاجية تصل إلى 1800 طن يومياً. جميع المواد المستخدمة في صناعة الأعلاف طبيعية 100%، وتتكون من الذرة الصفراء، فول الصويا، الشعير، بروتين الدجاج، زيوت نباتية، كلوريد الصوديوم، ومزيد من الفيتامينات والأملاح المعدنية. تتغذى عليها أكثر من 990 حظيرة للدجاج اللاحم على مدار الساعة، بالإضافة لبقية قطعان الدجاج المتنوعة في بقية الحظائر الأخرى. دواجن الوطنية لا تبيض ذهباً، بل تلتزم بإنتاج مليون بيضة مائدة يومياً لأجل احتياج السوق. ليس عملاً مدللاً وسهلاً. داخل دواجن الوطنية مزرعتان لإنتاج بيض المائدة، في كل مزرعة 18 حظيرة مزودة بأقفاص خاصة. نأتي إلى المفيد، حيث غدت الطيور اللاحمة بأوزانها المثالية جاهزة لخطوط إنتاج الدجاج من خلال 3 مسالخ. يعمل كل منها بطاقة إنتاجية تصل إلى 42 ألف دجاجة مجهزة في الساعة. مهلاً، هذا ليس كل شيء. دعونا نعرج إلى حيث الآلة الأوتوماتيكية الفائقة الدقة والخالية من التدخل البشري. يعمل هذا المصنع المتخصص في مصنعات الدجاج وفق أحدث الأسس العلمية التي تسير عليها دواجن الوطنية من حيث الاهتمام بالجودة والكفاءة الفنية. يقوم المصنع بإنتاج مجموعة متنوعة من مصنعات لحوم الدجاج تفوق 150 صنفاً والعديد من الأنواع الأخرى ذات الجودة العالية والأشكال والأوزان المتنوعة، والتي تنتج بشكل آلي دون تدخل اليد البشرية، مما يزيد من ضمان سلامة المنتج النهائي. غذاؤكم ترعاه أيد أمينة. دواجن الوطنية.